الجولة الأولى أريدكم أن تصنعوا لي كيكة كبيرة ولذيذة كهذه. كيكة سهل. حسناً صغيرتي، صنعت الكثير من الكيكات. لجعل الكيكة طرية أحتاج إلى الكثير من الكريمة. بعد ذلك أقص الكيكة على شكل قلب. التالي هو الزينة. أقوم بتزيين الكيكة بشوكولاتة كيت كات ومالتيزرز وام اند دمز. انظروا كم هي جميلة. أما أنا سأصنع كيكة ذات شكل أكثر غرابة. ستكون كيكتي على شكل قوس قزح. للقيام بذلك علي تقطيعها وقلبها وتلوينها بهذه الكريمة الملونة. الخطوة التالية هي رسم وجه لطيف على الكيكة. المزيد من الكريمة للغيوم البيضاء الجميلة. انظروا إلى هذا الجمال. وأنا أيضا قمت بإعداد قاعدة الكيكة. بعد ذلك أحتاج إلى إذابة الشوكولاتة الوردية وسكبها على هذا القالب الشفاف الخاص. سأضيف رشات لامعة صالحة للأكل هناك أيضا. والآن لنزيل القالب الشفاف. أعتقد أن النتيجة ستكون أفضل، لكن لا بأس. كم هذا لطيف. أيها الشيف، لقد صنعت كيكة جميلة ومبتكرة ولذيذة للغاية. جدتي، أنت لم تخيبي أملي أيضا. كعكتك مليئة بالأشياء اللذيذة. والآن كيكة أختي تبدو فوضوية ولا أحب الطعم أبدا، لكنني أعرف من هو الفائز. الشيف. شكرا لك. الآن اصنعوا لي بعض الكاكاو مع المارشميلو. حسنا، لا مشكلة. كاكاو بكل سهولة. عندما كنت طفلة كنت أصنع الكاكاو بانتظام لكيت. لم أنسى كيفية تحضيرها. أسكب الحليب وأضيف إليه القليل من الكاكاو. سيكون طعمه أفضل بهذا الكوب. الكاكاو سهل التحضير، ولكن يمكن تقديمه بطريقة مميزة للغاية. أقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة المخفوقة وقطعا صغيرة من المارشميلو. هكذا أفضل بكثير. جادتي، لا تلمسي. على ما يبدو أنا الوحيدة المتبقية. سأقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة، لكن هذا ليس كل شيء. سأضع حلوى ام اند ديمز عليها. الجميع يحبها. والآن بسكويت أوريو وشراب الشوكولاتة. وفي النهاية سأضيف أعواد بوكي. هيا بنا. أختي، الكثير من الزينة. لا يبدو الأمر أنيقا جدا، لكن سأتذوق. شهي. الطعم أهم من كل شيء. جدتي صنعت كاكاو عادي، لكن في كوب لطيف جدا. أحبه، لا بأس به. شيف، ماذا صنعت؟ كل شيء أنيق جدا عندك، والطعم رائع. والفائز هو أختي. هاي، نعم. في هذه الجولة أريد شيبس، اصنعوها لي. بالطبع، لن أسمح لأحد بهزيمتي. سوف نرى. أولا علينا تقشير البطاطس بأداة خاصة. انظروا، أنا جدا متطورة جدا. بعد ذلك أحتاج إلى تقطيع البطاطس ووضعها في مقلاة ساخنة مدهونة بالزيت. الأهم هو عدم نسيانهم لكي لا يحترقوا. الآن سأفعل كل شيء بسرعة وببساطة. أقطع البطاطس ثم أضعهم في المقلاة مع الزيت الساخن. وأحمي نفسي بهذا الغطاء. ماذا تفعلين؟ هكذا يمكنك أن تحترقي. بالمناسبة، رقائقي جاهزة بالفعل. سأقوم بإعداد الرقائق من أرغفة الخبز الرقيقة. الجدة لا تعرف ما هي الناتشوز. بالمناسبة، هذا بالضبط ما أحضره. يجب تقطيع الأرغفة إلى مثلثات ويجب قليها جيدا بالزيت. فقط هكذا. الآن أضع كل شيء على الطبق. التالي يأتي الجبن. الناتشوز بدون صلصة جبن ليست ناتشوز. جميل. والآن أسكبهم على الناتشوز. قطعة ليمون.
أوه أنا متعب نوعا ما. هاي ما المضحك هنا؟ هذا ناتشوس وليس تشيبس. أوه البطاطا احترقت كلها، اللعنة. حسنا لا بأس، بعض الناس يحبون البطاطس مقرمشة وسوداء قليلا. سأضيف إليها التوابل لتصبح ألذ. جيد، أتذوق الآن. ليست مثالية ولكن لا بأس. حسنا كيت، هذا لك. شيبسي جاهز. كل شيء يبدو لذيذ. أي أختي صنعت شيئا ليس جميلا أبدا، وليس حتى لذيذ. أو مقزز. أو جدتي صنعت شيبس جميل ومتساوي، سأتذوق. أو لذيذ أيضا. يبدو أن الشيف قد أعد ناتشوس. أو بالضبط، لكنني لا أحبهم أبدا. من الواضح أن جدتي تفوز. أنا مسرورة جدا. هذه المرة أريد معكرونة. تم استلام الطلب. حسنا. هذا مخيف، لم أقم بطهي المعكرونة من قبل. أولا أحتاج إلى طهي السباجيتي. صحيح إنها طويلة جدا بالنسبة لهذه المقلاة. علي إدخالهم تحت الماء. لا، الأمر لا ينجح. ربما علي كسرهم. من يفعل ذلك؟ عليك وضعهم فقط هكذا. لا مكان للمعكرونة الجاهزة هنا، يمكنني صنعها بنفسي. الأمر ليس بهذه الصعوبة، كل ما أحتاجه هو عجن العجينة. ولجعل الإسباغيتي أكثر غرابة، سأقوم بتلوينها بصبغة سوداء. الآن أحتاج إلى ترك العجينة حتى ترتفع لنضبط المنبه. أي ماذا تفعلون؟ حسناً، معكرونتي السوداء الفاخرة جاهزة. علي طرح العجينة بهذا الشوبك ثم تقطيعها إلى شرائح وسلقها وإلى الطبق. بالمناسبة المعكرونة ستكون مع الأخطبوط، إنه طعم راقي. جدتي ما هذا، كاتشب؟ المعكرونة مع الكاتشب لا طعم لها. إنها لذيذة، الجميع يحبونها. أوي آسفة، المعكرونة خاصتي ملتصقة بالمقلاة. أعتقد أن معكرونتي محترقة. هذا لن يصلح أبدا. عزيزتي لا تستائي. فكرة، هنا يأتي دور المعكرونة سريعة التحضير. دعونا نأمل فقط ألا تكون حارة جدا، وإلا فإن كيت لن تكون محظوظة. هذا فقط فظيع، لكن يبدو لذيذ. شيف أنا آسفة، بالتأكيد لن أجرب هذا، أنا أخاف جدا من الأخطبوط. بالإضافة إلى أنه قاسي جدا، لا أستطيع قضمه. جدتي أنا أحب الإسباجيتي مع الكاتشب. لذيذة جدا. وما هذا أختي؟ هذه نودلز، دعونا نتذوقها. لذيذة لكنها حارة جدا. يا إلهي كان ذلك مضحكا. أختي مبروك الفوز. ماذا؟ هاي أنا فزت. تريد الصغيرة هذه المرة؟ بطاطس مقلية رائعة، من السهل جدا تحضيرها. دعونا نبدأ بسرعة قبل أن تبدأ إيلين في البكاء مجددا. لننطلق. سأبدأ بسكوير قليل من الزيت في المقلاة. هذا قليل جدا، أنا بحاجة إلى الكثير من الزيت. هذا أفضل. الآن أشغل الموقد وأنتظر حتى يسخن الزيت. أحتاج إلى طهي وقليل بطاطس، هذا ما سأجهزه لأختي إيلين. سهل جدا، أسكب كل شيء. لا، رغيف الزيت الساخن ينطلق مباشرة. إيلي لم يكن عليك ضبط الموقد على أعلى مستوى، الآن ستحترق كل البطاطس. لا تفعلي ذلك مجددا. دعني أساعدك، اتبعي خطواتي. سكبت بعض الزيت في المقلاة وشغلت الموقد على طاقة متوسطة. الآن أضع البطاطس وأنتظرها. كل شيء جاهز، تبقى نقلهم إلى الطبق. يا لها من بطاطس جميلة. شيف هل ترغبين بتجربتها؟
أوه لا، هذا فظيع. لا أريد أن أجادلك، أحتاج إلى إضافة بعض الكاتشب مع البطاطس المقلية. يا لها من صلصة لذيذة. أتممت كل شيء، ماذا لديك؟ تريدون أن تطعموا هذا إلى آلين؟ سوف تتسمم. آلين سأريكم كيفية طهي البطاطس المقلية اللذيذة. أضع البطاطس على ورق الخبز للتخلص من الزيت الزائد. بعد ذلك أحتاج إلى اللحم المقدد، ألف بها البطاطس. وستكون هذه لفائف لحم مقدد لذيذة مع بطاطس مقلية، صلصة، وأكل للجبل، وكل شيء جاهز. دعوني أفكر. بالضبط، سأقوم بإعداد بطاطس من المارميلاد. هذا الموز المارميلادي يذكرنا كثيرا بالبطاطس. وبدل الكاتشب سأضع شراب الفراولة. سيكون لذيذ جدا، آلين سوف تحبه بالتأكيد. دعونا ننتقل بسرعة إلى التذوق. واو، هناك الكثير من الأشياء اللذيذة. أريد أن أبدأ بهذه البطاطس المقلية. إنها تبدو تماما كالرسمة. لذيذة. ماذا يوجد أيضا هنا؟ هذا يبدو أنيق جدا. أوي، كم هو مقرف. بطاطس مع أعشاب، هذا ليس لذيذ. وماذا صنع لي هنا؟ هذه لا تبدو مثل البطاطس، لكني سأجربها. أوهو، هذه مارميلاد، لطيف جدا، أعجبني. أحتاج إلى اختيار الفائز. اخترت جدتي، أنت الأفضل. كنت أعلم أنني سأفوز. أوي كتفي. لنكتشف ماذا تريد الطفلة آلين. واو، لفات سوشي. أتساءل ماذا سيحضر الجميع. جاهزون؟ أحتاج إلى أرز خاص، أفتحه وأسكبه في قدر من الماء. أعتقد أن هذا يكفي. جدتي لا تسترق النظر. فهمت، لفات السوشي سهلة التحضير، يجب سلق الأرز، لا شيء أسهل. آلين ماذا تفعلي؟ لا أعرف كيف أحضر السوشي، من اخترعهم حتى؟ دعوني أصنع بعض السوشي الحلوة. أحتاج إلى الكثير من المارميلاد والكريمة المخفوقة. وهذه العيون الحلوة، أختي آلين ستحبهم بالتأكيد. سأستخدم كل الحلويات اللذيذة، سيكون شيئا لذيذ وفريد من نوعه. أضع كل شيء على الطبق وانتهيت. من الواضح أن هذا ليس ما أرادته آلين الصغيرة. سأعرض لكم الآن مهاراتي بتحضير السوشي. أقطع ورقة الأعشاب البحرية وأقطع السمك والأفوكادو إلى شرائح رفيعة. هذا ألذ مزيج في العالم. فوق الأرز أضع ورقة الأعشاب والجبن والأفوكادو، ثم ألفهم، وكل ما تبقى هو وضع السمكة الحمراء بشكل جميل. أقطعهم إلى قطع جميلة. ممتاز، انظروا إلى هذه التحفة. هذا حقا جميل، لكني لا أستطيع أن أفعل نفس الشيء. آلين لن تحب هذا، علي التوصل إلى شيء فريد من نوعه. فكرة، يمكنني أن أصنع السوشي جادة. أحتاج إلى تقطيع الخيار. أخرج الدواخل وأملأه بالأرز. لنعرف رأي آلين بالسوشي. شهية طيبة عزيزتي. كل الأطباق غير عادية. أنا لم أكل أي شيء مثلها من قبل. لنبدأ مع هذه. إنها لذيذة جدا، أحببتها. والآن سأجرب هذه. يامي، لفة السوشي حلوة، مدهش. قررت أن أختي آلين تفوز. الآن ماذا تريد آلين الصغيرة؟ نحن في انتظارك. هذه قهوة، كماذا لطيف. دعونا نحضرها. لا شيء أسهل، أحتاج إلى ثلج، سوف يفيد. الآن أخذ شراب الشوكولاتة وأسكبه في الكوب. كم هذا جميل. أصب القهوة جاهزة من ستاربكس في الكوب. إنه الألذ. الآن أنا بحاجة إلى الحليب، هذا يكفي. وبعد ذلك أخفق كل شيء. آلي توقفي، سأريكم الآن كيف تصنع القهوة. أنا دائما أشرب هذه القهوة الجاهزة. كل ما علي فعله سكب هذا الخليط بالكامل في كوب وأسكب الماء المغلي. يا لها من رائحة. الطفلة آلين سوف تحبها. جدتي آلين لن تحب هذا بالتأكيد. انظري ماذا صنعت أنا. هذا لذيذ وحلو. الكريمة المخفوقة مدهشة، لا شيء أفضل.
يمكنني أن أقول أنني فزت. أضع الأنبوب وانتهيت. ارحموني من هذا الرعب. أنتم لا تعرفون كيفية تحضير القهوة. سأريكم. علي تحضير القهوة المطحونة الحقيقية. أخذ كمية صغيرة من البن وأطحن كل شيء في مطحنة القهوة الخاصة. سأحصل على قهوة مطحونة طازجة. سوف تعطي رائحة حقيقية لمشروبنا. الآن أنا بحاجة لغلي القهوة. أضعها في غلاية وأسكب فوقها الماء المغلي. جاهز. أسكب القهوة في كوب ويمكن التقديم. انتظروا، كنت أنسى الحليب. أحتاج إلى خفق الحليب حتى يصبح رغوياً. الآن أصبه فوق القهوة. أوه، ما أجمل هذه الرسمة. آمل أن تحبها إيلين. أها، القهوة تبدو جميلة جداً. أريد أن أجرب هذا. كم هذا جميل ولذيذ أيضاً، يعجبني. إذن ماذا يوجد هنا؟ هذه بالتأكيد من صنع جدتي. آي مقرفة، لا أحبها. وماذا يوجد هنا أيضاً؟ يا لها من رائحة قهوة رائعة. أحتاج إلى تجربتها. الطعم غريب جداً لي. حان الوقت لاختيار الفائز. إنها أختي إيلي. أحسنتي إيلين، نحن في انتظار رسمتك. ماذا تريدي؟ أوه، الفطائر، كم هذا لذيذ. عليكم تحضير ألذ الفطائر. دعونا نبدأ بسرعة. أنا أعلم بالفعل أنني بحاجة إلى استخدام البيض لصنع الفطائر. أكسرهم في الوعاء والآن أضيف الكثير من السكر. أحتاج إلى الكثير. الآن دعونا نخلط كل شيء. جدتي أنا طباخة حقيقية. هل نسيت شيئا ما؟ نعم، الدقيق. أتشه، آسفة، لقد دخل الدقيق في أنفي. إيلي، طلبت منك أن تكوني حذرة. آسفة جدتي. أي، وضعت الكثير من الطحين. سوف أزيل القليل. لطختني مجددا. آسفة جدتي. الآن أصب هذا المزيج في محضر الوافل وأنتظر. لقد صنعت بعض العجين اللذيذ. أسكبه في ماكينة الوافل. ما الأمر يا شيف؟ إذا كنت تعتقدي أن عجينتك لذيذة، دعيني أريك كيفية صنع العجين اللذيذ. لا أحتاج إلى السكر. سأصنع فطائر الكوسة. أحتاج إلى بشرها في وعاء وإضافة البيض والقليل من الدقيق. الآن أمزج كل شيء. ممتاز، يا له من لون مدهش. كل ما تبقى هو خبز كل شيء. وأنتظر. هيا الساعة. الوافل جاهز. أنقلهم إلى طبق. وهنا يأتي الجزء المفضل لدي، إضافة الحشوة. أوه، جدتي لديها كومة كاملة من الفطائر. يجب أن أضع فوق فطائري شراب القي قبل جعلها ألذ. هكذا. والآن أضع قطعة من الزبدة في الأعلى. لذيذ. يا إلهي، ما هذه الأطباق المملة؟ أنا لدي ألذ الفطائر في العالم. من منا لا يحب فطائر الكوسة؟ أنا أعشقهم. طريقة تقديم مدهشة، وهيا إلى التذوق. إيلين، قيمي أطباقنا. بكل سرور. ماذا يوجد هنا؟ أوه، التوت. دعوني أجرب قطعة. آي، هناك قشرة بيض في العجين. لا، لا يعجبني هذا، لن أكله. وماذا هنا؟ فطائر غريبة. أحتاج إلى تجربتها. أقطع قطعة. رائحتها غريبة. آي، إنها مصنوعة من الخضار. مقرفة، لا أحبها. أريد شيئا لذيذا. ربما هذه ستكون لذيذة. أها، مدهش. جدتي أنت الفائزة. حقا، أنا سعيدة. شكرا حفيدتي، أحبك. أنا أريد البسكويت. سهل جدا. حسنا، هيا بنا. أنا لم أقم بإعداد بسكويت من قبل. أوه، هذا شوبك. علي ضرب العجينة هكذا. عزيزتي، ليس هكذا. دعيني أريكي.
تمدي العجينة بالشوبك هكذا وتقطعي بعض الدوائر، تضعيهم على صينية الفرن وبعدها إلى الفرن. والآن ننتظر فقط. لقد صنعتم كل شيء بسرعة، كيف ذلك؟ اللعنة، ربما هذا الشيء سيساعدني. بالضبط، من المريح جدا أن أقطع شكلا دائريا به. إذن ما هي الخطوة التالية؟ السكيتلز، أنا أعشقه. أضع البسكويت الضخمة في الفرن. والآن بسكويتاتي جاهزة. الشيء الرئيسي عدم المبالغة في خبزها. رائحة طيبة، هذا مثالي. هذا أبعد ما يكون عن المثالية سيدتي. الآن سأريكم المثالية والكمال. أدهن هذه القطع بالكريمة وأركبها معا وبيتي جاهز تقريبا. تبقت فقط الزينة. الآن أضيف إليها السكر البودرة في الأعلى. يبدو مثل الثلج تماما. هذا هو الكمال. واو، هذا رائع فعلا. لكن ما هذا؟ نار نار، هناك شيء يحترق. بسكويتتي احترقت، اللعنة. ما هذا؟ ذابت الحلويات بسرعة، اللعنة. أختي أنا آسفة. واو، من أين سأبدأ؟ ما هذا؟ لا تبدو شهية على الإطلاق. هؤلاء أفضل بكثير. وهذا المنزل يبدو جميل، سأبدأ به. ولذيذ أيضا، هذا مثالي، أنا أعشق هذا المنزل. لن أجرب أي شيء آخر، المنزل هو الفائز. مبروك شيف. شكرا لك. لم أتناول البرجر منذ فترة طويلة، حضروه لي. هذا مقزز. لحمانية، لا أريد صنع البرجر منها، لكن لدي فكرة. سأصنع برجرا حلو لأختي وستحبه بالتأكيد. سأضع هذه النوتيلا. شهي. والآن بعض المارشميلو. لكن البرجر الحقيقي يحتوي على شريحة لحم لذيذة. سأحمص الخبز أولا. لكن ماذا تفعل الشيف؟ هذه حيلة جيدة. لكن ما هو أهم من هذه الحيل البارعة هو طهي كل شيء بحب، وأنا بارعة في ذلك. الآن أقلي شريحة اللحم هذه، والآن يمكنني قلبها. ماذا تفعلي؟ ألا تري جدتي؟ أنا أحمص هذه المارشميلو. ممتاز، الآن أضيفها إلى البرجر. أضيف شرائط المرميلاد المفضلة لدي وخبزة في الأعلى. تادام، أفضل برجر في العالم جاهز. وأنا علي أن أتنافس مع هؤلاء الهواة. حسناً، لن أشتت انتباهي بأي هراء آخر. البرجر اللذيذ الخاص بي جاهز تقريباً. يمكنني تقديم هذا البرجر في أي مطعم من الدرجة الأولى. الطبقة الأولى جاهزة، والآن نضع باقي الطبقات. ما رأيكم بهذا البرجر؟ يمكنكم أكله طوال الأسبوع. كالعادة أيها الشيف، أنت تعقدي كل شيء. البرجر أبسط من ذلك بكثير. لا أنسى المايونيز والكاتشب، الجميع يحب هذا المزيج. جميل. ماذا تفعلي مجدداً؟ آسفة جدتي، لقد نسيت تقريباً تزيين البرجر. لقد انتهى الأمل، لا تقلقي، حان وقت التذوق الآن. واو، انظروا إلى هذا البرجر الضخم. لا يمكنني حتى قدمه، إنه ضخم ولذيذ. يعجبني. الآن أنتقل إلى برجر جدتي. لسبب ما انهار كل شيء. لا، لن أكله. هل هذا برجر حلو؟ أجرب؟ نعم، لذيذ. يا إلهي، هذا البرجر شهي جداً. هناك مارميلاد وأشياء لذيذة في الداخل. والفائز الشيف. كنت أعلم. أتعلمون ما أحب أكثر من البرجر؟ الناجتس. جدتي، استيقظي، هناك تحدي. نعم، أنا هنا. ناجتس، هذا سهل. أضيف بعض الزيت إلى المقلاة. تريد الزيت؟ تفضلي عزيزتي.
لكن كوني حذرة. أوه، لماذا لا تسكب هذه الزجاجة؟ هيا. كم أنت خرقاء، يجب أن أعلمك كل شيء. بالعودة إلى الناجتس، نقطع الدجاج إلى قطع، أكسر بيضة في وعاء وأخفقها جيداً. الآن أغمس قطع الدجاج في البيض ثم في فتات الخبز، وهذا كل شيء. الآن أقليها. انظروا إلى هذا الجمال. هذه ليست وصفة سيئة لكافيتيريا أو مقصف بالطبع، لكن في مطعم حقيقي يتم إعداد هذا الطبق بشكل مختلف تماماً. الآن سترون بنفسكم. وها هو النيتروجين السائل لطريقة تقديم مميزة. توقفوا، لماذا يجب أن أهتم؟ هناك ناجتس جاهزة، أنا فقط سألفهم بهذا الجبن. وفي التشيتوس، نعم علي فقط تفتيت التشيتوس بشكل جيد. فقط انظروا إلى هذا الفتات، لنرى ماذا لدينا. سنصنع ناجتس معجزة في هذه المقلاة. يا له من جمال. آمل أن تعجبك يا أختي. كنت أن أنسى أهم شيء، الكاتشب. كل شيء جاهز الآن. واو، يا له من عرض تقديمي غير عادي. الآن سأتذوق. ليكن صريحة، الطعم ليس شهيا جدا. سأتذوق هذه الناجتس الاعتيادية الآن. إنها شهية جدا. ناجتس على عود. واو، هذا مريح. وهناك الكثير من الجبن. نعم، مبروك، هذا الفائز بالتأكيد. شكرا أختي. أريد حقا تناول بيتزا لذيذة. على الفور. حسنا، الآن صغيرتي، لدي صلصة خاصة مثالية للبيتزا. أنشر بعض الصلصة على قطعة من العجين، ولا أنسى الجبن وبعض قطع السجق. نعم، أضع البيتزا في الفرن الآن وأنتظر. انظري، يوهو، انظروا إلى عجينتي. إيو، سقطت. اللعنة. جدتي، شكرا لك. الآن أستطيع أن أصنع بيتزا مثالية. من يحتاج إلى معجون الطماطم عندما يكون لديه مارشميلو؟ الآن أضعه على العجينة هكذا. أضيف السكيتلز وأرسم قوس قزح حقيقي بهذه الألوان. واو، يا له من جمال. ما رأيك يا جدتي؟ أليس رائع؟ أحسنتي. ما الرائع في ذلك؟ الآن أحول هذه العجينة العادية المملة إلى عجينة سوداء. الآن هذا أمر مختلف تماماً. وبهذا الشوبك نطرح العجينة. الآن أضيف معجون الطماطم. هذا معجون الطماطم المفضل لدي، المثالي للبيتزا. الآن نبشر بعض الجبن. وبالطبع المكون السري والأساسي لوصفتنا، الجمبري. بعض بلح البحر والطماطم الكرزية، والبيتزا جاهزة تقريبا، تماما كما في أفضل مطاعم باريس. الآن علينا الانتظار. حان الوقت لإخراج تحفة الفنية من الفرن. شهية طيبة. تبدو لذيذة. إنها مقبولة. هذه بيتزا غريبة. هل هذا بلح البحر؟ أنا أكره المأكولات البحرية، وخاصة على البيتزا. لا، لن أجرب ذلك. لكن هذه سأجربها بكل سرور. انظروا إلى هذه السكيتلز. مقبولة، لكنني توقعت المزيد. والآن سأجرب بيتزا جدتي. واو، هذه البيتزا تبدو مثالية تماماً. بالضبط ما أراد، هذا شهي. نعم، أنت الفائزة جدتي. شكراً.